والمركز الأول مدينة أبو سمبل محافظة أسوان السيد سعد أحمد، وتتسلمه أستاذة أسماء برجاس مدير المكتب الفني بالمحافظة. وعن فئة الأحياء المركز الثالث حي النزهة محافظة القاهرة اللواء يحيى محمد الأدغم، وتتسلمها عنه دكتورة لبنى نور الدين قائم بأعمال رئيس حي النزهة. المركز الثاني حي العجمي محافظة الإسكندرية الأستاذ السيد إبراهيم موسى. والمركز الأول حي منتزه أول محافظة الإسكندرية السيد محمد عبد الله فؤاد. وعن فئة القرى المركز الثالث الوحدة المحلية لقرى غرب أسوان محافظة أسوان السيد محمد محمود ربيع. المركز الثاني الوحدة المحلية لقرية بنبان محافظة أسوان السيد محمد حسين تكروني حسن. والمركز الأول عن فئة القرى قرية القصر بمركز الدخلة محافظة الوادي الجديد السيد أحمد محمد محمد علي. والآن جوائز فئة الكليات، المركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس أستاذة دكتورة نجوى لطفي بدر. المركز الثاني كلية الهندسة جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور عمر محمد الحسيني عبد السلام. المركز الأول كلية الهندسة جامعة المنصورة أستاذ دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة. وعن فئة المبادرة الابتكارية الحكومية المركز الثالث مبادرة نظام الاتصالات الإدارية مسك جامعة جنوب الوادي دكتور أحمد عكاوي عبد العزيز. المركز الثاني تطوير ورقمنة منظومة التعليم جامعة عين شمس أستاذة الدكتورة منى عبد العال الزاهري. والمركز الأول جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي معهد بحوث الإلكترونيات دكتور مهندس أمير ياسين حسن سليمان. جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية المركز الثالث جامعة الزقازيق دكتورة ولاء محمد إبراهيم. المركز الثاني جامعة طنطا الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا. المركز الأول البوابة الإلكترونية جامعة عين شمس دكتورة رشا محمد إسماعيل. جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة المركز الثالث جامعة الأزهر دكتور سلامة جمعة علي رئيس جامعة الأزهر.
المركز الثاني محافظة أسوان يتسلمها لواء أشرف عطية محافظ أسوان. والمركز الأول مشيخة الأزهر الأستاذة الدكتورة إلهام محمد فتحي. والآن مع فئة مكاتب البريد، المركز الثالث مكتب الغردقة فرعي محافظة البحر الأحمر السيد أمير سمير عياد. المركز الثاني مكتب بريد الشيخ زايد محافظة الإسماعيلية السيد بسام فوزي حلمي. المركز الأول مكتب بريد شبين الجديد محافظة المنوفية السيد أشرف عبد العاطي السيد. وعن فئة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق المركز الثالث مكتب توثيق دكرنس محافظة الدقهلية السيد سمير فاروق أحمد. المركز الثاني مكتب توثيق دسوق محافظة كفر الشيخ السيد شكري السيد محمد. والمركز الأول مكتب توثيق دير أبو نجم محافظة الشرقية السيدة كمال وهبة علي. وعن فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين المركز الثالث المركز التكنولوجي لمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر اللواء أشرف محمد حسن. المركز الثاني مركز تكنولوجي حي منتزى أول محافظة الإسكندرية السيد محمد عبد الله فؤاد. المركز الأول مركز تكنولوجي الديوان العام محافظة بورسعيد الأستاذ رشا محمد أبو المعاطي. وعن فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي المركز الثالث مكتب تأهيل سوهاج محافظة سوهاج الأستاذ محمد محمود أحمد. المركز الثاني مكتب تأهيل الزرقاء محافظة دمياط الأستاذ أماني شعبان المنجي. والمركز الأول يذهب إلى مكتب تأهيل حلوان محافظة القاهرة الأستاذة إيمان زينو حساني. ومع جوائز فئة مكاتب التموين المركز الثالث مركز خدمات تموين حي شرق إسكندرية محافظة الإسكندرية الأستاذ إخلاص الجرحي عبد الرازق. المركز الثاني مركز خدمة المواطنين المطور بالقصير محافظة البحر الأحمر الأستاذة مروة سليمان محمد. والمركز الأول يذهب إلى المركز النموذجي المطور للخدمات التموينية محافظة بورسعيد الأستاذة أماني مسعد صقر شاهين. وعن فئة مكاتب الصحة المركز الثالث مركز طبي خامس محافظة الغربية الدكتور محمد حمدي دمرداش.
المركز الثاني مكتب صحة شبرا بابل محافظة الغربية الدكتورة نهال سرور عبد الفضيل. والمركز الأول يذهب إلى مكتب صحة الأندلس محافظة القاهرة الدكتورة أميرة محمد معوض. وجوائز فئة رئيس قطاع المركز الثالث أستاذ سعد محمود الفرماوي محافظة الشرقية. المركز الثاني الأستاذ أمير محمود التلواني الهيئة العامة للرعاية الصحية. والمركز الأول دكتور سلامة جمعة علي رئيس جامعة الأزهر. وعن فئة رئيس إدارة مركزية المركز الثالث أستاذ ممتاز محمد يحيى جامعة بني سويف. المركز الثاني أستاذ ربيع أحمد زكي مشيخة الأزهر الشريف. المركز الأول أستاذ عماد محمد محمود وزارة الري. وعن فئة مدير عام المركز الثالث أستاذ أشرف محمد طايل محافظة المنوفية. المركز الثاني أستاذ جمال ربيع حمزة جامعة طنطا. والمركز الأول أستاذ عمرو محمد أبو الفتوح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والجوائز عن فئة مدير إدارة المركز الثالث الأستاذ محمود عبد الرحمن سعد وزارة الإسكان. المركز الثاني أستاذ مصطفى حسن النجار محافظة المنوفية. والمركز الأول الأستاذ أحمد محمود رميش وزارة التضامن الاجتماعي. وجائزة الموظف الحكومي المتميز المركز الثالث الأستاذة هند مصطفى السعدني جامعة بنها. المركز الثاني الأستاذ أحمد محمود العزة وزارة الصحة والسكان. المركز الأول الأستاذة إيمان صبر مفتاح فرج محافظة الوادي الجديد. جائزة فريق العمل المتميز المركز الثالث فريق وحدة حياة كريمة محافظة سوهاج دكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم. المركز الثاني فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظة الإسماعيلية اللواء أركان حرب هنري إيميل إبراهيم. والمركز
المركز الأول فريق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتطوير والإبداع مشيخة الأزهر الشريف دكتور أسامة هاشم الحديدي. انتهت التكريمات، بشكر حضرتكم. طبعا نشكر دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وتستمر جائزة مصر للتميز الحكومي في نشر ثقافة التميز. التميز طريقنا للمستقبل. مبروك لكل الفائزين، نلقى حضراتكم في العام القادم مع المزيد من سفراء التميز. شكرا لحضراتكم جميعا، ألف مبروك.